أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في نشرة الظهيرة مباشرة على الأولى. نتابع في البداية أبرز العناوين. عبر المملكة احتفالات الشغيلة المغربية بعيدها الأممي، مسيرات وتظاهرات ومهرجانات خطابية للمطالبة بترصيد المكتسبات والتعبير عن المطالب والانتظارات. عدسة الأولى تواكب الاحتفالات بعدد من المدن. وضمن النشرة نتوقف عن الأدوار المهمة لطب الشغل ومفتشية الشغل اجتماعيا واقتصاديا. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة يواصل تقديم خدماته الطبية والاستشفائية للمواطنين في قطب طبي من الجيل الجديد بمعايير دولية وفق رؤية ملكية سامية لإصلاح شامل للمنظومة الصحية ومواكبة تعميم ورش الحماية الاجتماعية. وبمحمي الغزلان ليالي المهرجان الدولي للرحل تحتفي بموسيقى العالم بألوان فنية غنائية مغربية وعالمية، ودورة هذه السنة تسافر بضيوف المهرجان في عوالم ثقافة الرحل بخصوصياتها ومميزاتها. أهلا بكم. اليوم فاتح ماي تحتفل الطبقة الشغيلة بعيدها السنوي على غرار مثيلاتها عبر العالم، يوم للاحتفال وللوقوف عند أوضاع هذه الفئة والتعبير عن مطالبها والدفاع عن مكتسباتها وتجويدها في أفق تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية. فاتح ماي يمثل أيضا فرصة لتأكيد انخراط الطبقة الشغيلة في تحقيق التنمية الشاملة. عن أجواء انطلاق التظاهرات المخالدة لعيد العمال السنوي صباح اليوم، ورقة فرح ساف. غرة ماي من كل سنة موعد تحتفي به شغيلة المغرب إسوة بباقي شعوب العالم. في هذا اليوم يجتمع الفرقاء ويلتقون على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم في شوارع وساحات المملكة. يوحدهم الاحتفال بعيد الشغل العالمي بكل ما له من حمولة وما يمثله من رمزية. تنعبر على آرائنا، على مواقفنا، على مطالبنا، على احتجاجاتنا. اليوم العالمي للعمال هو صرخة عالمية، صرخة وطنية، صرخة في الزمان وفي المكان اللي تنقلوا بها أوقفوا، هو الشعار اللي تيأطر هذا اليوم النضالي الكبير بالنسبة للطبقة العاملة المغربية. وبطالع الاتحاد المغربي للشغل تنخلدوا هذه الذكرى تحت واحد الشعار مركزي أساسي اللي هو أوقفوا أوقفوا ثم أوقفوا الغلاء. عيد الشغل يحل بالمغرب اليوم، وفي أذهان الطبقة الشغيلة اتفاق 30 أبريل الذي وقعته الحكومة بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية العام الماضي، والذي حمل العديد من المكتسبات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والعمال والموظفين. الاتحاد العام شغال المغرب كله أمان من أجل استكمال الملف المطلبي الذي انتظرناه منذ شتنبير، تحقق من الجزء والجزء الأكبر متعلق بالزيادة العامة في الأجور، لازلنا ننتظره بشغف. نعلم بأن البدايات تحكم النهايات، نتمنى صادقين بأن يكون بعد فاتح ماي الأجرأ لهذا الملف المطلبي لمواجهة تكاليف معيشة من جراء الآن الطبقة الشغيلة المغربية المكتوية من غلاء الأسعار. احتفالات اليوم العالمي للعمال بشتى ربوع المملكة تستحضر كذلك في هذه المناسبة الأممية أهمية مؤسسة الحوار الاجتماعي بوصفه خيارا استراتيجيا للمغرب. الحكومة لم تطبق مقتضيات الاتفاق اللي اتفقنا معه، وأساسا ميثاق ديال الحوار الاجتماعي اللي اعتبرنا من بين المكاسب ديال الاتفاق واللي كان أملنا باش يحسن الوضع ديال الحوار الاجتماعي في هذا البلاد. كذلك كنعتبروا بأنه في هذه المحطة اللي المواطنين والمواطنات يعانيوا من الغلاء وتيعانيوا من تدهور القدرة الشرائية ديالهم، خص الحكومة تاخذ واحد الإجراء شجاع لدعم فيه المواطنين والمواطنات. وكمثيلاتها بباقي دول المعمور، تخلد الطبقة الشغيلة عيدها العالمي اليوم في سياق اقتصادي يطبعه تأثر المغرب بموجة التضخم العالمية، وتسمه مجموعة من الإجراءات الحكومية للحد من آثاره على القدرة الشرائية للمواطنين.
ضعف. يعني هذه الحكومة في اتخاذ إجراءات وسياسة اجتماعية قادرة على تصحيح المسار ديال الأسعار وقادرة على تصحيح كذلك يعني الانهيار المتتالي في القدرة الشرائية، سيما وأن حتى الحوار الاجتماعي الذي قادته هذه الحكومة هي يعني أفرز مخرجات هشة وضعيفة. الطبقة الشغيلة الوطنية تحتفي بعيد الشغل هذا العام واضعة نصب أعينها أيضا ورشة تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد ثورة حقيقية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومشروعا مجتمعيا يجسد رؤية ملكية حكيمة ومتبصرة. عيد العمال هذه السنة مناسبة بعناوين عديدة وبإنجازات مختلفة. في كلمته أمس بهذه المناسبة أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس كوري أن الحكومة أطلقت ثلاثة إصلاحات جوهرية على مستوى القطاع العام تهدف إلى تحسين قطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتعليم الأولي، كما أعلن أن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% مقرونة ب 5% أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي. نتابع مقتطف من كلمة السيد يونس سكوري أمس. اليوم هو فرصة سانحة باش نكونوا كذلك واقعيين وتكون عندنا واحد لغة يعني فيها الصراحة والواقعية ونتكلموا على المنجزات وما تم تحقيقه وبطبيعة الحال الأمور اللي لازم نبذلوا فيها مجهود أكبر خدمة للشغيلة المغربية من نساء ورجال. أخواتي العاملات، إخواني العمال، الفرق بين اليوم والأمس وأنه بالأمس لم يكن لنا اتفاق اجتماعي، لم يكن هنالك حوار اجتماعي خدام. أما ماي الماضي إلى عقلته وقعنا على اتفاقية ديال الحوار الاجتماعي بين الحكومة وما بين النقابات وما بين أرباب العمل، وهذا الاتفاق هو اللي كيعطينا الفرصة اليوم باش نشوفوا الالتزامات ديالنا واش حققناها واش ما حققناهاش، واش كاين شي تعثر وشنا هي الأمور اللي يمكننا نحسنوها، وبالتالي يمكننا نقولوا على أنه كمغرب يحق لنا أن نفخر أنه لدينا إطار يسمى الحوار الاجتماعي ولدينا اتفاق اجتماعي يمكننا أن نقف على منجزاته اليوم وهو ما لم يكن ممكنا بالأمس. توصلنا إلى اتفاق يلزم الأطراف، أخواتي العاملات، إخواني العمال، من حكومة ومن نقابات ومن أرباب عمل أنهم ينخرطوا في واحد المجهود باش يحسنوا من الوضعية ديالكم، وهذا المجهود ضروري يكون دوري ومنتظم لأنه إحنا غاديين في الطريق طبيعة الحال كتبرز واحد العدد ديال الصعوبات سوف أرجع إليها، ولكن كذلك كاين واحد المجهود وكاين واحد يعني المنجزات. الحوار الاجتماعي هو كذلك فرصة لاستحضار بعض الإكراهات لأن المغرب كما لا يخفى عليكم لا ينعزل عن باقي الدول، وكيف ما تتعرفوا كاين أزمات متكررة اجتازتها الدول كلها ونحن من جملة هذه الدول، والحوار الاجتماعي هو فرصة باش نقولوا أشنو قدم المغرب رغم هذه الأزمات من ناحية الاجتماعية بالنسبة للشغيلة ديالو من نساء ورجال على سائر التراب الوطني. إذا بغيت اليوم يكون عندنا واحد اللغة ديال الواقع ولغة الحقيقة اللي غادي تكون الفاصل في التقييم ديالنا العمل ديالنا اللي كان هاد السنة طبيعة الحال مع الطموح اللي خصو يبقى عندنا باش نزيدوا للقدام ونزيدوا نحسنوا من الظروف أقصى ما يمكن. ولمناقشة رهانات الشغيلة المغربية في عيدها الأممي ينضم إلينا اللحظة مباشرة من طنجة السيد خالد بقيش أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة عبد الملك السعدي. إذن أستاذ، ونحن في عيد الشغل تابعنا احتفالات الشغيلة في عدد من المدن، تعالت أصوات نقابة العمالية بعدد من المطالب. نتساءل معكم أستاذ بقيش عن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات ورهانات مأسسته، وكيف يساهم في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة الشغيلة. في البداية أريد أن أهنئ الطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأمم،
نعم. إذن الحوار الاجتماعي الآن في المغرب لدينا مأسسة أصبحنا نتحدث عن تقليد، يعني عن هنا لدينا تقاليد في الحوار الاجتماعي، يعني ما بقيناش غير في الحوار، أصبحنا إذا هناك مؤسسة، هناك يعني حوار اجتماعي مؤسساتي، هناك احترام الدورية، يعني الحكومة الآن التزمت باحترام دورتين، دورة شتنبر ودورة أبريل للحوار الاجتماعي، كذلك المركزيات النقابية، نتحدث أنه استمعنا المركزيات النقابية وكذلك الحكومة والاتحاد العام لمقاومة المغرب يتحدثون عن وجود ثقة بين الأطراف، رغم يعني السياق الدولي المتسم بعدم اليقين، ولكن هناك يعني حوار اجتماعي مؤسساتي. يعني قبل كنا كنتحدثوا يعني الحكومة لم تقوم بفتح باب الحوار، الآن نجد أن الحكومة هي التي تبادر وهي التي تحترم المواعيد الحوار الاجتماعي، وهذا شيء جميل. ووجدنا أن النقابات الآن ليست نقابات فقط تطالب، ولكن هنا لدينا نقابات تقترح، يعني هو يكون نقابات لديها قوى اقتراحية تقترح حلول. إذا نجد بأنه هذا المؤسسة الحوار الاجتماعي هذا هو الشيء الجميل فيه، بأنه هناك يعني لقاء من أجل تدارس المشاكل وكذلك يعني العلاقة وكذلك تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف. يعني رغم يعني هي مناسبة من أجل أن نقوم بالحوار، من أجل تدبير الأزمات، خصوصا من بالنسبة للسياق الحالي. نعم. طيب أستاذ فاتح ماي، هو عادة مناسبة للطبقة العاملة عبر العالم للتعبير عن مطالبها وانشغالاتها، بالنسبة إليكم ما هي أبرز انتظارات ومطالب الطبقة العاملة المغربية وهي تحتفل بهذه المناسبة؟ في المغرب لدينا يعني انتظارات لم تكن في اتفاق 22 أبريل في اتفاق أبريل 30 أبريل 2022، هي غلاء المعيشة دونك القدرة الشرائية للمواطن. يعني هذه يعني الآن من بين الأولوية الأولى بالنسبة للمركزات النقابية هي يعني القدرة الشرائية للمواطن، لأنه يعني التضخم الآن اللي وصل يعني منذ 40 سنة ما كانش عاش المغرب التضخم هذا، يعني هنا يعني هذا يعني المطلب الأول، وهو آني أنه فرضته الظرفية الاقتصادية والسياق الدولي، والمغرب كيتأثر كباقي الدول بالسياق الدولي. كذلك هناك أن الحكومة التزمت بتنفيذ بعض بنود اتفاق 30 أبريل 2022، يعني هناك مثلا الزيادة في الحد الأدنى ب 5%، هناك توحيد، يعني هناك المشي دونك هناك يعني كذلك نقص في عدد الايام بالنسبه للتقاعد، توحيد ما بين القطاع الخاص والقطاع العام فيما يخص الحد الادنى للاجر، هناك يعني مجموعه الامور مفتتحه لالتزامات الحكومه، ولكن هناك امور لم تقم ب يعني لم يتم ان الظرفيه الاقتصاديه يعني لم يتم هناك تنفيذ ما تبقى من التزامات 30 ابريل 2022، وهذا يعني الوزير تحدث عن تشكيل لجنه اليقظه الاجتماعيه من اجل اجراءات تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 ابريل 2022. اذا هناك يعني مطالب ما يعني لها علاقه بتخفيض الضريبه على الدخل، الزياده في الاجور، يعني بالنسبه للمركزات النقابيه هناك اعفاء بالنسبه لبعض المواد من الضريبه على القيمه المضافه، وهناك امور يعني تتعلق بالحمايه الاجتماعيه، مثلا توسيع دونك الاسراع بتوسيع الاستفاده من باخراج السجل الاجتماعي الموحد وتسريع الاستفادة من هنا حتى تستفيد طبقة العشاء. كذلك يعني هناك مجموعة من الأمور فيما يخص الترسانة القانونية، إذا الآن لم يتم مثلا تنفيذ مجموعة من الأمور فيما يخص يعني الترسانة القانونية، فيما يخص تعديل المدونات الشغل، القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كذلك قانون الانتخابات، قانون النقابات، يعني مجموعة من الأمور هذه ليست لها غلاف مالي، ولكن بالنسبة للأمور هناك إذا مطالب لها ستطلب غلاف مالي من الحكومة. نعم، شكرا لكم على هذه الإضاءات وعلى هذه المساهمة معنا، السيد خالد بوقيش أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة عبد الملك سعدي بمدينة طنجة.
وفي عيد الشغل نتوقف عند المهام العديدة التي تنجزها مفتشية الشغل، يتمثل دورها في مراقبة تطبيق أنظمة العمل من جميع جوانبها، ومن بينها عقود العمل والصحة والسلامة المهنية ووقت العمل، فضلا عن تطويق الخلافات عبر تدخلات استباقية وكذا عبر محاولات تصالحية بهدف تحقيق السلم الاجتماعي. روبورتاج من الدار البيضاء لليلى أسلي ومحمد شكير. السهر على ضمان تطبيق النصوص القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل وتزويد المشغلين والأجراء بالنصائح والمعلومات على أنجع وسائل مراعاة الأحكام القانونية هي من أبرز أدوار مفتشي الشغل، وضمن مهامهم اليومية المتعددة زيارات للمراقبة والتفتيش بالوحدات الإنتاجية دون سابق إعلام، مراقبة تتوزع على شقين قانونية وتقنية إلى جانب استفسار الأجراء والمشغلين ومعاينة المخالفات التي تسبقها تنبيهات. هذه المهام تتجلى في الإشراف على المقاولات والمؤسسات الخاضعة للنفوذ الترابي ديالو من حيث تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، التعريف بالقانون من أجل احترام المقتضيات ديالو، إجراء محاولة تصالح نزاعات الشغل الفردية، المساهمة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية، بالإضافة إلى أعمال إدارية أخرى تقوم بها مفتي الشغل. هذه الزيارة ديال مفتي الشغل هي جد مهمة لأنها كتخلي واحد اتصال دائم مع العمال، احنا كعمال وكإدارة وكمندوبي الأجراء، وكلتجؤوا لهم في حالات مثلا كان شيء جديد في قانون الشغل، ولا كان شيء اختلاف في الآراء ولا شيء حاجة كنتجؤوا لهم باش كيوضحوا لنا بعد الفصول، وكيقوموا بواحد الحل توافقي وحل سلمي. وإلى جانب زيارات المراقبة يستقبل مفتشو الشغل الأجراء والمشغلين والمنظمات النقابية للاستفسار عن معلومات قانونية، كما هو الشأن بالنسبة للسيد جواد وكريمي. أنا يلا خدمت واحد المؤسسة وجيت باش نشوف العقد اللي عطوني وجميع البنود اللي كاينه فيه باش نعرف شنو كاين بالضبط، وفاش شفت مع المفتشة الشغل فسرات لي جميع المعلومات والبنود المقترحات كاين في هذا العقد. هذا ويتدخل هؤلاء المفتشون في نزاعات الشغل. سنة 2022 سجلوا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات ما يقارب 160 نزاعا جماعيا وأكثر من 32700 شكاية ضمن النزاعات الفردية، سويت ما يفوق 61% منها. هذا الإطار كيتم الاستماع للأجير اللي كيجي كيوضع الشكاية ديالو في أول مرحلة، كنسمعوا نقاط الخلاف ديالو اللي عنده مع المؤسسة، كنحاولوا نحددوا واحد الموعد نتاع جلسة محاولة التصالح، فهذاك الموعد كنستدعيوا الطرف الثاني من أجل استماع لوجهة النظر ديالو حتى هي بحضور الطرف الأول بطبيعة الحال، وكنحاولوا نتوصلوا لحل وسطي يرضي الطرفين وكيضمن حقوق الطرفين كل على حدة، هذه فيما يخص نزاعات الشغل الفردية. وبلغة الأرقام أيضا، هنا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات قام مفتشو الشغل السنة الماضية بأكثر من 13000 زيارة مراقبة أفرزت ما يفوق 80500 ملاحظة و 991 تنبيها يخص الصحة والسلامة المهنية، في حين سجل 45 محضر مخالفة. وبمناسبة فاتح ماي نتوقف أيضا عند الأدوار العديدة التي يتطلع بها طبيب الشغل لضمان سلامة وصحة العاملين بالمقاولات والوحدات الصناعية، أدوار تشمل الفحوصات الدورية ووضع برامج للسلامة والوقاية إلى جانب أدوار تقنية وإدارية أخرى. روبورتاج أمين هنوي وعاشور بن مسعود. تشغل هذه الوحدة الصناعية أزيد من 400 عامل يخضعون بشكل دوري ومستمر لفحوصات طبية شاملة قصد التأكد من حالتهم الصحية، بالإضافة إلى وضع ملفات طبية في حال وقوع بعض الحوادث، أدوار يطلع بها طبيب الشغل وفق مدونة العمل، تشمل أيضا الطب الوقائي والجانب التقني والإداري قصد ضمان صحة وسلامة الأجراء داخل فضاء العمل. يقوم طبيب الشغل كمسؤول عن الوحدة الطبية للشغل بتسجيل جميع المعطيات
ما بعد الفحوصات، معطيات طبية ما بعد الفحوصات في ملفات خاصة للأجراء. بالنسبة للدور التقني فهو يتجسد في اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا ضمان صحة وسلامة الأجراء داخل مقر العمل. احنا كموظفين في الشركة كيحرص طبيب الشغل على تطبيق مجموعة من التدابير. أولا مراقبة صحة العمال كتمثل في إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية على شكل مستمر، كذلك وقاية الأجراء من حوادث الشغل والتدخل في حالة وقوعها. التزام بسلامة وصحة العاملين يساهم بكل تأكيد حسب خبرتنا في تطور المقاولة وتحسين مردوديتها وطاقتها الإنتاجية. يطلع طبيب الشغل أيضا بأدوار وقائية بالإضافة إلى دراسة وإحصاء الأخطار المهنية والعمل على توفير الحماية اللازمة للعمال والأجراء. نظرا للعدد الهائل للمستخدمين فإن هذه الفحوصات تكون أسبوعية، بحيث يقوم بتشخيص عدد كبير من المستخدمين في كل أسبوع من أجل الحد من الحالات المرضية وإعطاء استراتيجية من أجل السلامة المهنية. كنقوم بعدة فحوصات طيلة الأسبوع، كيقوم الطبيب بفحص ديال لاتونسيون، فحص ديال لافيزيون على حسب العينين، وميم طون كينصحنا على حسب باش ما نديروش أخطاء ديال الشغل. طب الشغل في المغرب تخصص مؤطر بمدونة الشغل وبقانون أخلاقية المهنة. دور طبيب الشغل في المؤسسة هو بالأساس وقائي من حوادث الشغل أمراض مهنية ومن استفحال أمراض المعدية ولمراقبة الأمراض المزمنة، وذلك لمنع تدهور الحالة الصحية للشغيلة. أدوار عديدة يقوم بها طبيب الشغل داخل الوحدات الصناعية وفضاءات العمل لضمان سلامة العاملين وتوفير مناخ مناسب لنجاح وتطور المقاولة وضمان نمائها في إطار تشاركي بين العاملين وأرباب العمل. وللحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا ضيفا في الأستوديو الأستاذ طارق القدالي، أستاذ جامعي وخبير في الحماية الاجتماعية. مرحبا بكم أستاذ. إذن في فاتح ماي لابد من استحضار الآليات الكفيلة بحماية حقوق الشغيلة وضمان استقرار العلاقات داخل محيط العمل. تابعنا في الروبورتاجين جانب من هذه الآليات تتعلق بأطباء الشغل ومفتشي الشغل. بالنسبة لمفتشي الشغل، ما هي الأدوار المنوطة بهم وأهمية هذا الجهاز في ضمان بيئة سليمة داخل العمل؟ وكما تعلمون سيدتي الكريمة بأن عقد الشغل ليس كسائل العقود اللي هو فيه الرضائية ونجي نخدم معايا وتخدم معاك ونفرض عليك الشروط اللي بغيت. فعقد الشغل فيه الرضائيه، وملي كنجي المشغل ملي كيبغي يخدم داك السيد كيتفاهموا بعضياتهم على شروط العمل، الاجر، طبيعه العمل، مكان العمل، ولكن كاين بعض القواعد اللي كنعتبروها قواعد امره ما يمكنش نتناقشوا باننا نخالفوها. نعم. بحال ملي كنتكلموا على الحد الادنى للاجر، ملي كنتكلموا على ساعات العمل، العطل السنويه، الحق في الامومه، الحق بالنسبه لبعض الوضعيات الخاصه كالمعاقين. اذا في هذه الحاله مدونه الشغل كتحرص بان هناك قواعد ما يسمى قواعد امره اللي كتضمن الحد الادنى من الحمايه لابد ما نتفقوش على اننا نخالفوها. نعم. اذا شكون اللي غادي يسهر على احترام تطبيق هذه القواعد؟ اللي هو جهاز المفتش الشغل. نعم. اللي هو جهاز تابع لوزارة الشغل، وبالتالي فهذا الجهاز عنده مجموعة من الإمكانيات القانونية باش يوقف عن طريق زيارات ميدانية مكانية أو على الوثائق اللي كاينة في المقاولة، سواء بالنسبة لوثائق الأداء، دفتر الأداء، أوراق الأداء، باش يشوف واش المشغل محترم يعني الشغل، واش محترم الصحة في الشغل، واش محترم ظروف السلامة المهنية، من أجل وقاية ذلك الأجير وكذلك حمايته اجتماعيا اقتصاديا على مستوى الأجر وكذلك على مستوى الظروف الصحية والسلامة، من خلال الوقوف على تحرير مجموعة من المحاضر اللي عنده الحق فيها وعنده أن يمشي أن يطبق عقوبات اللي منصوص عليها في مدونة الشغل. الأجير عنده الحق يلجأ للمفتش
الشغل كذلك. طبيعة الحال كاين جوج ديال الطرق، اما بصفه اليه عن طريق تنظيم زيارات ميدانيه فجائيه كيتفاجئ بها المشغل من طرف يعني المفتش، كما ان من حق الاجير انه يوضع الشكايه، وبطبيعه الحال رد الفعل ديال المفتش كيجي بطريقه اليه عن طريق تحرير المحاضر، ولكن ما يمكنش يحرر المحاضر الا عن طريق ما يسمى بالتصالح والحوار. لاننا يعني الهدف ديالنا هو نتفاداو الخلافات اللي تمشي للمحاكم، هذا هو الدور التصالحي لمفتش الشغل. اليه اخرى وهي اطباء الشغل، فشنو الادوار المنوطه بهذه الفئه هذه في ضمان سلامه وصحه العاملين في محيط العمل، سواء مقاولات او مصانع او معامل او غيرها؟ هو طب الشغل من احدث يعني التخصصات اللي جابت بها مدونه الشغل، واللي جات بها حتى ما يسمى بالقانون المتعلق بممارسه الصحه. اذا ما بقيناش كنتكلموا على طبيب معالج فقط، من كنتكلموا على طبيب مراقب، كنتكلموا على طبيب شغل، اذا متخصص يعني اداري، يعني من ناحيه طبيعه اداريه بل هي وقائيه. اذا باش نتفاداو، لان عندنا امراض شغل، عندنا حوادث شغل، اذا هنا باش نتفاداو ان المقاوله يكون عندها يعني نوع من الامراض ديال الشغل، طبيب الشغل انه كيدير لنا به هي الاجراءات الوقائيه باش نتفاداو وننقصوا من العدد المهول ديال حوادث الشغل. نعم. كذلك شنو من المسائل اللي غنعطيو، مثلا ملي كنتكلموا على ان هذا الاجير وفقا للوضعيه الصحيه والحاله الصحيه ديالو ما يقدرش يدير هذا العمل، اذا شكون اللي غيقرر في هذه المساله مدى ملائمه الصحه ديال الاجير مع طبيعه العمل اللي كيمارسوا؟ الا طبيب الشغل. كانه يلازم يعني المشغل في اتخاذ القرارات المرتبطه بالصحه، بل كذلك ملي كنتكلموا اننا ننقلوا اجير لاجير من مصلحه الى مصلحه، اذا تحت المراقبه ديال طبيب الشغل اللي خصو يتوفر. بالنسبه للمقاولات مدونه الشغل كتقول لك المقاوله كتكون فيها اكثر من 50 اجير، خصو يكون عندنا طبيب شغل اجير، وهذا هو الخلاف اللي هذه من الشروط الاساسيه، من بين الشروط. ولكن اكثر من 50 اجير خاص يكون ما يسمى بالمصالح المشتركه للمقاولات، على الاقل باش نضمنوا بان جميع المقاولات داخل المغرب عندهم طب الشغل حريص على وقايه، ليس العلاج ولكن الوقايه خير من العلاج. نعم، شكرا لكم على هذه المعطيات السيد طارق القدالي، استاذ جامعي وخبير في الحمايه الاجتماعيه، شكرا على حضوركم معنا. اهلا وسهلا. وعبر أرجاء العالم تعددت مظاهر الاحتفال بعيد العمال السنوي عبر مسيرات وتجمعات وتظاهرات مختلفة، توحدت في المطالبة بتحسين ظروف عمل الطبقة الشغيلة وزيادة الأجور والرقي بأوضاعها الاجتماعية. زكية بلقاس. الشوارع الفرنسية تستقبل هذا اليوم العمال في عيدهم العالمي، عيد بنبرة احتجاجية ترفض إصلاح نظام التقاعد، حيث أعدت النقابات 300 نقطة تجمع لإحياء فاتح ماي، وتتوقع السلطات نزول 650 ألف متظاهر في ظل وحدة وتحركات نقابية مشتركة تشارك فيها السترات الصفراء. غالبية العواصم الأسيوية شهدت أيضا تظاهر آلاف العمال المطالبين بتحسين ظروفهم الاجتماعية وتمكينهم من المزيد من الحقوق. مسيرات العمال بكل من أندونيسيا، الفلبين، كوريا الجنوبية وكمبوديا عمت الشوارع ورفعت خلالها اللافتات والأعلام، لافتات تضمنت المطالب والآمال. اليوم هو يوم العمال، وهو لتذكير الجميع بالعمال الأبطال الذين ناضلوا من أجل حقوق العاملين في جميع المؤسسات. هناك مشاكل كثيرة في كمبوديا وعلى الحكومة أن تحلها. عمال كوريا الجنوبية يتظاهرون اليوم للاحتفال بفاتح ماي. نحن في وضع يهدد اتحادنا العمالي بسبب الإجراءات الحكومية المتعسفة. والاحتفال بعيد العمال في الصين أخذ طابع المرح والترفيه، حيث ستمكن عطلة العيد التي تستمر 5 أيام العمال من السفر وزيارة عائلاتهم. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تدشينه الجمعة الماضي، يشكل قطبا طبيا من الجيل الجديد أنجز وفق أرقى المعايير الدولية في مجال الصحة. منشأة صحية تجسد التعليمات السامية لجلالة الملك بجعل الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز قيم المواطنة الكريمة وتحقيق تنمية
بشرية شاملة مستدامة ومندمجة. قطب طبي سيمكن أيضا بفضل كليته للطب والصيدلة من هيكلة عرض العلاجات على صعيد الجهة وجلب كفاءة طبية جديدة وتوفير تكوين متطور لفائدة الأجيال الجديدة من المهنيين. خديجة زروال. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة قطب طبي يجسد الرؤية الملكية الطموحة لتطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتحسين جودة الحياة الصحية. هذه البنية الاستشفائية التي جهزت بأحدث التكنولوجيا تصل طاقتها الاستيعابية إلى 797 سريراً، وهو مشروع يساير التطور العلمي في مجال العلاج والحكمة الصحية. يحتوي المستشفى الجامعي بطنجة محمد السادس تقريبا على حوالي 800 سرير، ويحتوي على أجهزة حديثة بتكنولوجيا متطورة من الجيل الجديد لتمكين المريض من الحصول على علاجات وفق معايير دولية وتوفير ظروف أكاديمية للتكوين والبحث العلمي في جهة طنجة تطوان الحسين. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة يعزز المنظومة الصحية ببلادنا وينضاف إلى عدد من المشاريع الصحية التي تدخل كلها في إطار الرؤية الملكية بجعل قطاع الصحة من الأولويات وتكريس العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية. هذه المنظومة الصحية اللي تتركز على عدة ركائز، أولا وقبل كل شيء الموارد البشرية، كذلك إحداث هيئة عليا للصحة، الوكالة الأدوية لحقاش نعرفوا بأنه أهمية اكتفاء ذاتي وشناها في الوقت ديال الجائحة ديال الكوفيد. هذه المبادرات الملكية الطموحة بجعل قطاع الصحة في قلب المشروع التنموي للمغرب ستعزز من ركائز الدولة الاجتماعية وقيم المواطنة الكريمة وتحقيق تنمية بشرية شاملة مستدامة ومندمجة. وللمزيد من المعطيات والإيضاحات حول القيمة المضافة لهذه المعلمة الاستشفائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، معنا مباشرة من مدينة طنجة البروفيسور عبد الله المعطي مدير مستشفى الأم والطفل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة ونائب عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة. إذن بروفيسور، طنجة عروس الشمال عرفت تنمية شاملة في عدد من المجالات برعاية ملكية سامية، كنهضروا على الاقتصاد، اللوجيستيك، الصناعة، الثقافة، البنية التحتية، الشغل وغيرها من المجالات اللي رجعت بفضلها مدينة البوغاز مدينة عالمية بمواصفات تضاهي كبريات الحواضر المتوسطية. هذه المعلمة الاستشفائية بروفيسور كيفاش غادي تساهم ليس فقط في الربح من الخدمات الصحية وتعزيز العرض الصحي من حيث الكم، ولكن أيضا نكسبوا رهان الجودة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات الاستشفائية المقدمة للمواطنين؟ نعم، شكرا لك سيدتي. نحن جد سعداء أولا بالتدشين الملكي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الجمعة الماضي للمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة. الميزة ديال هذا المستشفى الجامعي وأنه الجيل مستشفى جامعي من جيل الجديد يحتوي على جميع المرافق الصحية من الدرجة الثالثة، بحيث غادي نتمكنوا بالمرافق ديالو والأجهزة ديالو والأطر ديالو الطبية التمريضية والإدارية المؤهلة من تجويد العرض الصحي، وغتعطينا واحد الاستقلالية ديال التكفل بالمرضى جميع الحالات المرضية في الجهة، وواحد الإشعاع كذلك إلى الجانب الاستشفاء. هناك التكوين وهناك البحث العلمي إلى جانب كلية الطب والصيدلة بطنجة. نعم، طيب بروفيسور المعطي، بفضل تعليمات الملكية السامية ورؤية السديدة لجلالة الملك حفظه الله كنشهدوا تغييرات جذرية في المنظومة الصحية بآثار إيجابية ملموسة على حياة المواطن. مشاريع من هذا الحجم بالموازاة مع تنزيل الورش المهيكل ديال تعميم الحماية الاجتماعية، شنو كيمثل بالنسبة للقطاع الصحي في بلادنا؟ أه
نعم هذا ورش ملكي ورعاية سامية لتأهيل القطاع الصحي بحيث غادي يمكننا هاد الورشات الكبرى ديال في القطاع الصحي من تجويد أولا الخدمات وكذلك غادي تعطينا المساهمة في إلى جانب التغطية الاجتماعية من الكرامة والحكامة في القطاع الصحي. شكرا لكم بروفيسور عبد الله المعطي مدير مستشفى الأم والطفل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة ونائب عميد كلية الطب والصيدلة، شكرا لكم على هذه المساهمة معنا في نشرة الظهيرة. وادي الجنة نواحي مدينة أكادير وجهة سياحية متميزة تستقبل الزوار المغاربة والأجانب وتشكل وجهة مميزة لمحبي الفضاءات الطبيعية بفضل تضاريسها الجبلية وبركها المائية. نتعرف أكثر على هذا المكان مع خديجة الجمالي، ياسي المعازي وحسناء موسوي. وادي الجنة جزء من نهر تمراغت الممتد على سفوح جبال الأطلس الغربي الكبير على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال مدينة أكادير. هنا توفر الطبيعة فضاء متميزا بشلالاته وبركه الطبيعية التي تشكل متنفسا للزوار. منطقة جميلة جدا كما كتشوفوا وزوينة بزاف، تتعجب الكليان، تجيب لها الناس من جميع أنحاء العالم. جئنا من فرنسا لقضاء العطلة. وادي الجنة فضاء جميل بمياهه ومناظره الخلابة. الطبيعة هنا رائعة، لم يسبق لي أن رأيت أشجار النخيل بهذه الكثافة. الأجواء كلها تمنحني شعورا بالارتياح، أحببت المكان كثيرا. منطقة جبلية توفر للزوار مسالك للتجول بين الأشجار التي تميز المنطقة والتي تشكل فضاء للمتعة للصغار كما الكبار. جيت لنا لأكادير باش نكتشف أشياء جميلة من أكادير، وهذه المنطقة عجبتنا بزاف بزاف. جبنا معنا الوليدات باش ينشطوا شوية وخرجوا من داك الروتين ديال المدرسة، والحمد لله المنطقة زوينة وغزالة هنا بزاف. خص الناس هنايا اللي جا يحاول يحافظ على النظافة والرونق ديال المنطقة هذه. بعيدا عن الأجواء داخل المدن، يشكل هذا الفضاء متنفسا حقيقيا لمحب الطبيعة على امتداد منحدرته الجبلية التي تتميز بوفرة المياه وتنوع الغطاء النباتي. وجهتنا الموالية منطقة محمد الغزلان، حيث تتواصل اليوم فعاليات المهرجان الدولي للرحل في دورته 18، تظاهرة تمثل فرصة للإطلاع على التقاليد المترسخة في حياة الرحل. ودورة هذه السنة تركز على مكون أصيل في ثقافة الرحل وهو الحكاية، التي تمثل مرتكزا أساسيا في التثقيف وفي تلقين القيم وفي التنشئة الاجتماعية. روبرتاج عبد الملوكي ومحمد الرشيد. طبق فني وثقافي زاخر في وسط صحراوي بامتياز، كفيل بنقل ضيوف محاميد الغزلان إلى عوالم التراث المحلي والاطلاع على غنى ثقافة الرحال. يحقق بذلك هدفه النبيل في دعم وتعزيز التبادل الثقافي والفني. هذه هي المرة الثانية التي أحضر بها، وكما قلت في كلمتي الأولى على المسرح قلت أنني سعيدة جدا أن محاميد الغزلان بفضل أهلها وبفضل منظمي هذا المهرجان باتت الآن على الخارطة العالمية الثقافية. من أحسن المهرجانات اللي حضرت لهم، يعني اللي لا من ناحية التنظيم لا من ناحية المشاركة ديال الفنانين، مهرجان في صراحة سبيسيال شي شوية نظرا للكرم ديال الناس ديال المنطقة. النسخة 18 من المهرجان الدولي للرحل تشكل فرصة للتعريف بعادات وتقاليد محاميد الغزلان، كما تتميز بتنظيم منافسات رياضية تقليدية من قبيل هوكي الرمال. مهرجان الرحل
كنتسابقوا وكنديروا مسابقات كينجروا شويه بالجمال صافي كيكون شي جوائز صافي هذه كنحيوا الثقافه الصحراويه. مهرجان الرحل يعد دعوة لكل عشاق الصحراء والفن والحكاية، هذا المكون الأصيل الذي أثث ويؤثث حياة الرحل. ومعنا مباشرة من منطقة محاميد الغزلان السيد نور الدين بوغراب مدير المهرجان الدولي للرحل. إذن مرحبا بكم سيدي، بداية ما خصوصيات هذه الدورة الجديدة من المهرجان؟ مهرجان الرحل يسجل دائما فقرات قارة، لكن الجديد هذه الدورة كانت أننا أفردنا للحكاية فقرة خاصة أو ليلة خاصة في فضاء جميل في مخيم صحراوي على تحت سماء محاميد الغزلان المرصعة بنجومها، وأيضا في فضاء جميل وجاذب. حكواتيون من كل الدول الصديقة، فرنسا ومن مالي ومن طبيعة الحال من المغرب، أتتوا جلسة سمرية ذكرتنا بما تحكيه الجدات في مكون حياة الرحل، حيث شكلت الحكاية رافضا من روافد التنشئة الاجتماعية، وشكلت أيضا كل القيم الجميلة من الشجاعة والبطولة التي حكتها لنا الجدات قديما، الآن نحاول إعادة إحيائها عبر مهرجان وعبر دعوة حكواتيين من كل بقاع العالم. هذه الليلة هذه الفقرة فعلا عرفت نجاحا منقطع النظير. هنا كان اختيارنا موفقا بشهادة الجميع، لأن الفضاء كان رائعا جدا. وهي مجددا أدعو الجمهور المغربي خاصة أن يزور محاميد الغزلان، هذه اللؤلؤة المرصعة في الجنوب المغربي، هي لؤلؤة الجنوب بفضائها الطبيعي الجميل والمتنوع. نعم. وبغنى وعبق تاريخها وثقافتها. نعم. طيب سيد نوردين، مباشرة أقول لكم، نعم، هذا المهرجان كما ذكرتم يعرف مشاركة دولية مكثفة، فشلو الدور ديال مثل هذا التظاهرات في التعريف بهذه المناطق هذه وبتعزيز الإشعاع ديالها وكذلك خدمة السياحة في هذه المناطق؟ وأنتم تتحدثون ونحن في يوم الشغل، يخلق فرص شغل عديدة على مدار السنة. أولا لأن في محاميد الغزلان ليست هناك صناعات كما تعرف المدن، محاميد الغزلان قرية صغيرة جدا. من خلال الصناعة الثقافية حاولنا أن تكون فرصة للشغل من جهة، وأيضا للتعريف بهذه الوجهة السياحية والثقافية بامتياز. هناك كنوز كثيرة في الجنوب المغربي، ندعو كل الجمهور صراحة لاكتشافها بطريقة انتليجنت، يعني ذكية جدا. نعم. لا نذهب في النمطية السياحية المعتادة في المدن الساحلية وغيرها أو الجبلية. مهرجاننا يعد فرصة لاكتشاف كل هذه المكونات، وعلى مدى السنة لغوطنبي ميدياتيك لغوطنبي إيكونوميك. نعم. فعلى مدار السنة يجب أن لا نحصرها في 3 أيام. فكل مريدي محاميد الغزلان وثقافة الرحل. نعم. يأتون يستثمرون. نعم. نعم لمهرجان الرحل. شكرا يأتون لكم. يستثمرون ويقتسمون معنا كل ما هو جميل. نعم، شكرا لكم على هذه المساهمة. معنا سيد نور الدين بوغراب مدير المهرجان الدولي للرحل بمحاميد الغزلان. وبالعاصمة دورة متميزة للماراثون الدولي للرباط الذي نظم أمس تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله. الدورة السادسة تميزت بتحطيم 3 أرقام قياسية وبسيطرة بدون منازع للعدائين والعداءات المغاربة الذين هيمنوا على منصة التتويج في سباقات الماراثون وصف ونصف الماراثون. وهكذا نجح العداء المغربي ياسين العلامي في انتزاع لقب السباق ولد الإناث
الستينات كانت منصة التتويج مغربية بامتياز، حيث احتلت فاطمة الزهراء كردادية المركز الأول وعاد المركزان الثاني والثالث على التوالي لمواطنتيها رقية المقيم وكلثوم بوعسرية. باقي مسابقات الماراثون عرفت هيمنة العدائين والعداءات المغاربة. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. عبر المملكة، احتفالات الشغيلات المغربية بعيدها الأممي، مسيرات وتظاهرات ومهرجانات خطبية للمطالبة بترصيد المكتسبات وتعبير عن المطالب والانتظارات. عدسة الأولى واكبت الاحتفالات بعدد من المدن، وتوقفنا في النشرة عند الأدوار المهمة لجهازي طب الشغل ومفتشية الشغل. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة يواصل تقديم خدماته الطبية والاستشفائية للمواطنين في قطب طبي من الجيل الجديد بمعايير دولية وفق رؤية ملكية سامية لإصلاح شامل للمنظومة الصحية ومواكبة تعميم ورش الحماية الاجتماعية. وبيم حميد الغزلان، ليالي المهرجان الدولي للرحل تحتفي بموسيقى العالم بأنوان فنية وغنائية مغربية وعالمية، ودورة هذه السنة تسافر بضيوف المهرجان في عوالم ثقافة الرحل بخصوصياتها ومميزاتها التراثية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الغد بإذن الله.